أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في تطور لافت بقضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فتح خورخي ميسي الباب أمام احتمال جديد وهو إنهاء نجله لعقده مع برشلونة. كذلك عندما سئل عن اجتماعه ببارتوميو يوم الأربعاء، قال وكيل أعمال النجم الأرجنتيني إنه كان جيدا جدا. في هذه الأثناء ينضم إلينا مشاهدينا مباشرة من بروكسل مراسلنا أشرف بن عياد. أشرف، مساء الخير. الاستمرار صعب وصعب جدا، هذا كان الخيار أو الحديث الأول، من بعدها جاء الحديث عن خيار البقاء. هل أولت الصحافة الإسبانية كلام خورخي ميسي أم فعليا نحن نتجه نحو خيار البقاء؟ مرحبا بك أسيا. إذا كان خيار البقاء ضعيفا للغاية حتى وقت قريب فهو يشكل وزنا خلال الساعات الأخيرة. ليو ميسي يفكر في مستقبله، قد يستمر مع برشلونة لأنه ترى بأن برشلونة محق ربما في عقده، لا يريد الذهاب إلى الأجواء القانونية، يضع الكثير من الاعتبارات أمامه قبل تحديد مصيره بشكل رسمي. اليوم اجتمع ليو ميسي مع والده خورخي لكي يطلع على كل ما حدث في اجتماع ملعب الكامب نو الذي كما قلنا في بي إن سبورتس مر في أجواء إيجابية، وهذا ما أكده والد اللاعب خورخي ميسي اليوم قبل دخوله المكاتب الخاصة بمؤسسة خيرية لليو ميسي. لكن علينا انتظار الساعات المقبلة، عندها سيحدد ليو ميسي مصيره بشكل رسمي، ربما سيتحدث وإن لحد الآن نجهل الطريقة التي سيقوم بها، هل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أم عن طريق الإعلام. ليو ميسي يفكر الآن في خيار البقاء أيضا، كان واثقا من ضرورة الرحيل، من خيار الرحيل، لكن بعد الاجتماع الذي حدث في ملعب الكامب نو بحضور بارتوميو وخورخي ميسي تأكد بأن برشلونة لا يريد تغيير وجهة نظره بخصوص مستقبل ليو ميسي. ليو ينتظره برشلونة في التدريبات، صحيح منحه مهلة للتفكير للرد، لكن يعتبر بأنه حان الوقت لكي ينضم إلى الحصص التدريبية، بينما يلتزم النجم الأرجنتيني الصمت، وكما نؤكد خيار البقاء أصبح أيضا قائما بقوة. طيب أشرف، ما الذي تعتقد أنه غير المعادلة من خيار الرحيل إلى خيار البقاء؟ هناك أمر مهم، ليو ميسي حاول الضغط على برشلونة في أكثر من مناسبة من أجل التفاوض والخروج بطريقة ودية، عندما رأى بأن برشلونة مستقر على قرار واحد وهو استمرار النجم الأرجنتيني، أيضا منحه فرصة توقيع عقد جديد، رأى ليو ميسي بأن الأمور قد تتغير وبدأ يعتبر خيار البقاء كفرصة من أجل إنهاء عقده مع برشلونة بعيدا عن الطريقة التي كان سيغادر بها ربما. لكن علينا انتظار التطورات المقبلة، لا شيء قد حدد بشكل رسمي، حتى في برشلونة ما زالوا يترقبون وينتظرون القرار النهائي للرقم 10، بينما في جماهير برشلونة بدأ الأمل يكبر بأن ليو ميسي قد ينهي عقده على الأقل مع النادي الكتالوني. طيب أشرف، بعد الذي شاهدناه في الأيام العشرة الماضية، هل نتوقع أن يخرج أي أحد يتحدث عن تفاصيل فعلية في عقد ميسي مع برشلونة، العقد الأخير والتمديد الأخير؟ بالتأكيد ليو ميسي عليه أن يتحدث، وهذا ما ينتظره جمهور برشلونة وانتظره في أكثر من مناسبة، لأنه القائد الأول لم يتحدث عن الخسارة أمام بايرن ميونخ، وقيل الكثير بخصوص مستقبله وبخصوص العلاقة المتباعدة مع الإدارة، بينما فقط هناك حقيقة واحدة وهي حقيقة البروفاكس الذي أرسل مرتين، المرة الأولى من أجل طلب الرحيل والمرة الثانية من أجل إعلان عدم الحضور للتدريبات. الموقف واضح، وليو ميسي الآن يفكر أمام اعتبارات كثيرة قبل اتخاذ القرار النهائي، لكن في برشلونة يترقبون بهدوء، يعلمون بأن البند موجود في العقد وهو ما أيدته رابطة الدوري، وحتى عائلة النجم الأرجنتيني بدأت تغير من حدة التصريحات. نعم. عند وصول خورخي ميسي إلى العاصمة الكتالونية أكد بأنه من الصعب جدا أن يستمر ابنه، اليوم شاهدنا تصريحات مختلفة. سلامات أشرف، كنت معنا مباشرة من بروكسل، شكرا جزيلا لك أشرف.
قالت صحيفة لاغازيتا دولا سبورت إن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز اتصل هاتفيا بقائد يوفنتوس جورجيو كيليني. سواريز الذي اتفق مع إدارة اليوفي على الانتقال إليه مجانا ما تحرره برشلونة سيتقاضى 10 ملايين يورو. يذكر أن سواريز تسبب بحادثة شهيرة في كأس العالم 2014 حين قام بعض جورجيو كيليني، وهي واحدة من سلسلة أحداث مماثلة رافقت النجم الأوروغوياني في مسيرته الكروية بدءا من أياكس ومرورا بليفربول.